أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذا كما ذكرت، أموال وزكاة أي وجهة، أين تذهب أموال زكاة الجزائريين؟ هو موضوع نقاشنا في الشقة الثانية من الظهيرة نيوز بحضور ضيفاي الكريمين، الأستاذ على يميني عبد الرحمن عيا خبير اقتصادي، أهلا بك سيدي، والسيد الإمام مسجد حيدرة السيد جلول قسول شيخنا، أهلا بك. مرحبا. إذن كأول سؤال قد توجه على يساري، أين تذهب أموال الزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي الكريم وبعد. لكن قبل ما نقول أين تذهب، ما هي هذه شعيرة اسمها التعبير؟ لأن الزكاة هي شعيرة من شعائر الدين. بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، إلى آخر الآيات التي وردت دائما تكون مقرونة بالصلاة مع الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة. وكثير من الآيات مرتبطة بالصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن يعرفها الجزائريون أو يعرفها المسلمون بأن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وأن من أنكرها طبعا أنكر شيء من الدين أو معلوم من الدين بالضرورة. ليست كالصدقات، وإنما هي أكبر من بكثير من الصدقات. ولهذا الله تبارك وتعالى قل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، معناتها أثرها على المزكي وأثرها على الإنسان الذي يأخذ الزكاة. طبعا هذه العملية اللي هي ربما جمع الزكاة، ولعلنا نقول بأن جمعها يجمعها الغني ويوزعها الغني، باعتبار ماذا؟ بأن هناك في مساجدنا هناك صناديق، والصناديق هذه عبارة عن شيء رمزي، وإنما هناك أرقام أو هناك حسابات بريدية ولا بنكية تضع في هذه الزكاة. وإذا قلت أن الزكاة يجمعها الغني أو يعطيها الغني ويشرف عليها الغني في التوزيع، هذه الصناديق أو هذه العملية في الحقيقة الدولة مشكورة على وضعها. لماذا؟ لأن تسهل عملية الجمع، وتسهل للمزكي حتى يعلم بأن أمواله تذهب إلى الفقراء، والفقير ليس ذاك الذي يمشي في الطرقات أو الذي يقف عند المساجد، وإنما الفقراء هم الذين تحصيهم لجان تعرف المحتاج، تعرف الذي هو بحاجة، وأولوية الناس هذا بحاجة أشد. وكل حي، لأن مساجدنا ولله الحمد مبثوثة وموجودة على المستوى الوطني، فأقرب إلى الفقير هو المسجد، وأقرب لمعرفة الفقير هو الطريق عن طريق المسجد. والحمد لله ممكن كاين في هناك تعاون بين المصالح الاجتماعية للبلديات أو مصالح أخرى أو الجمعيات، أيضا تساهم في إعداد هذه القوائم، ثم بعد ذلك حفاظا على كرامة الفقير. وهنا النقطة الأهم في الموضوع، لأن كما كان عمر بن عبد العزيز في عهده قال: لم يجد من يأخذ الزكاة، لم يجد من يأخذ الزكاة. هذا لا يعني عدم وجود الفقراء، لا يعني عدم وجود المحتاجين، وإنما المجتمع كان خالي أو كان بعيدا عن عملية الاحتيال أو عملية ما عندهش قناعة، يعني معناتها ما كانش عنده قناعة. فقير ولكن غني بالله تبارك وتعالى، فقير ولكن غني بالقيم بالأخلاق، ولكن فقير ولكن يخشى أو أن يمد يده ويهين نفسه للفقراء أو لغيره. هذه المظاهر اللي احنا دائما ندعو إلى، يعني على الأقل إبعادها، على الأقل توضيحها، لأن كاين بعض الناس أخذوا الفقرة كمهنة، صح، أو أخذوا الفقرة كباب من أبواب الاسترزاق أبل عن جد. وهذه الحق دائما ندعو إلى أن هذه لا تجوز شرعا. وعندما أقول لا تجوز شرعا، لأن الإنسان المؤمن كريم مكرم عند الله تبارك وتعالى، لا يجوز له أن يضع يده وأن يطلب الآخرين، لأن هذا يجعله حتى يؤخذ على عقيدته، لأن تطلب الخالق
وتطلب الرازق، هو الذي يرزق الإنسان وهو الذي يعطي الإنسان. ولكن الحالات القليلة أو الحالات اللي تقع في المجتمع جعل الشارع أو جعل الله تبارك وتعالى هذه الزكاة كدعامة للقضاء على هذه، ولكن القضاء عليها بكرامة، قضاء عليه أو مساعدة الفقير بعزة نفس. ولهذا قلت هذه الصناديق أو هذه اللجان التي تقوم بجمعها أنها تجمع هذه الأموال وتوضع تصب في حساب بريدي ولائي لكل ولاية، ثم أن القوائم هذه موجودة عند المديريات، وبعدها تبعث لهم عبارة عن حوالات بريدية لا يراها الناس ولا يتكلم على الناس ولا تنقص من حفاظا على كرامة الناس وحفاظا على وجنة. هذه العملية هي في الحق قد تكون فيها نقائص، والنقائص لا يعني هذه العملية لا نقول دائما فيها الكمال، وإنما ندعو الناس، ندعو الفاعلين، ندعو الاقتصاديين، ندعو المفكرين إلى أن يجعلوا هذه الدعامة الاجتماعية اللي هي الزكاة أن يفكروا فيها بطرق عصرية، بطرق حديثة، بطرق علمية، بطرق تفي بالغرض، ترفع الغبن وترفع الغبن على الفقراء والمحتاجين. وخاصة هذه السنة ربما كثير من الناس يصبحوا، لأن بين الفقير والغني هي نصاب الزكاة، بمعنى أن عندما نعرف بأن هذا الإنسان غريب بمعنى كما هذه السنة يكون عنده أكثر من 55 مليون و250، يعني ما يقارب هذا وهذه بأمور تقنية بأمور علمية حتى نصل إلى هذا الرقم كما نقول إحنا، أو هذه النسبة نتاع الحد نتاع الفقر. لأن أما عدا ذلك فهو في نظر الدين يعتبر فقير، من اللي عنده 30 اللي عنده 40، ولكن دائما المؤمن يقدم من هو أشد الناس حاجة إلى حاجة منه. فقد تكون أنت فقير ولكن لست بحاجة أكثر من غيرك، فقد تكون أنت محتاج ولكن هناك من هو أحوج منك، فقد تكون أنت بحاجة ولكن من هو أحوج منك بكثير. ولهذا في الإسلام في الحقيقة، أو هذا الإنسان اللي يمد الزكاة طبعا لأنه هذا ركن من أركان الإسلام وحق للفقير، وهذه العملية هذه هي التي لم تسبق لها في التاريخ القديم ولا في الحديث، لأن ثورة من الأغنياء أو ثورة على الأغنياء لنصرة الفقراء لإعطاء حق الفقراء. وأنها أهمية نظر لأهميتها أبي بكر الصديق كما تعرف القصة هي معروفة، حارب كل من منع الزكاة. هذا شيء ثاني، أن الله تبارك وتعالى هو الذي قسمها وهو الذي أعطى كل ذي حق حقه، لأن الأمر تاع المال والمال دائما محبب للنفوس، ودائما هناك نفوس قد تكون مريضة أو قد تكون طماعة قد يغر هذا المال. ولهذا كل ما ذكر القرآن الكريم في المال إلا وجاءه من ورائه كما قال الله تبارك وتعالى على هذا المال أو لهذا الأخر كذا، يقول الله تبارك وتعالى زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر الآيات، ثم يقول قل أهنبئكم بخير من ذلكم، ما عند الله خير، بمعنى أن هذه لا تغرنكم هذه الأموال وهذه الأمور، لأن المال هو مال الله تبارك وتعالى، والذي يقول خذ من أموالهم صدقة. وعندما يذكر المال يحبون المال حب جمع فطرة الإنسان التي فطر الله تبارك وتعالى. ولكن لازم المؤمن دائما يكمل الآية، قال يحبون المال حب جمع، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك وصف صفا وجاء إلى آخر الآية، يحبون المال وإنه لحب الخير إلى شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما عندها، كأنها مشهد من مشاهد يوم القيامة. هل المال، هل تمتع بالمال، يعني هل المظهر الثاني الصورة الثانية نصيب من طبعا حقوق للفقراء. ولهذا فهي مهمة، فهي دعامة للاقتصاد، فهي دعامة لرفع الغبن على الفقراء، ولهذا فهي دعامة تعبدية فنعطيها لمرضاة الله تبارك، وهي حق للفقير للسائل والمحروم. إذن هذا من الجانب الديني. ومن الجانب الاقتصادي أستاذ عيا، فيما يكمن الطابع الاقتصادي لأموال الزكاة؟ هو مصدر من مصادر التمويل للاقتصاد، يعني اليوم نحن في مأزق مالي، في صعوبات مالية كبيرة، وصندوق الزكاة أو الأموال المجمعة في إطار الزكاة التي هي شاعرة دينية
تصبح أداة من أدات التمويل الاقتصادي. أنا لا أناقش من جانب الشريعة لأنني لست مختص، ولكن نحن يعني الحكومة تقول بأنها خصصت حوالي 1700 مليار دينار جزائري كأموال للدعم، يعني ممكن من يستحق الدعم هو من الفقراء، وبالتالي يمكن أن نجد له مخرجا لدعمه ماليا من خلال هذا المصدر المالي. طبعا يعني إشراف الحكومة على صندوق الزكاة هو شيء إيجابي اقتصاديا، وإن كنت يعني لدي طرح آخر كنت أتمنى أن يكون تابع لوزارة المالية. أنا لا أتكلم على الحالة الجزائرية ولكن أتكلم بصورة عامة. اليوم لدينا المديرية العامة للضرائب، يمكن أن تكون لدينا المديرية العامة لأموال الزكاة، لأن في وزارة المالية هناك نوع من الرقابة المالية وإلى غير ذلك. وطبعا يكون ضمن الهيئة المسيرة للمديرية العامة لأموال الزكاة على مستوى وزارة المالية هيئة شرعية، لأنه الزكاة ليست كالضرائب، إنما الزكاة هي مخصصة لفئة من المجتمع، يعني بنص قرآني واضح. المسألة الأخرى اليوم نسمع في مدير العام للضرائب يتكلم في الإذاعة الوطنية ويقول بالعدد التالي، أنه هناك 12 ألف مليار دينار جزائري عدم تحصيل ضريبي وليس تهرب ضريبي. يعني هناك الدولة تدرك بأن كاين 12 ألف مليار دينار جزائري من الضرائب ولم يتم تحصيلها، يعني مسجلة وليس تهرب. وإحنا ميزانية الدولة في النفقات تحتاج إلى 8000، يعني عدم تجميع الأموال الضرائب أكثر من ما ستنفقه الحكومة. وبالتالي احنا نستخدم بعض المقاربة، احنا في الضرائب من الناحية الاقتصادية نخاف من التهرب، ولكن اعتقد انه في الزكاة يعني كاين التقرب، لانه الانسان يتقرب الى الله بهذه العبادة. اليوم الناس تهرب باش تدفع الضرائب وتبحث عن المحاسب الجيد الذي يعني ينقذها من دفع الضرائب، ولكن لما تتعلق المسألة بالزكاة يعني نشوف تقرب اكثر. لكن باش نكون واضحين، يعني دائما في اطار الطرح المالي الاقتصادي، ما هي مدى الثقه بين دافع الزكاه على غير دافع الضريبه مع المؤسسه المشرفه على جمع الزكاه؟ احنا اليوم كاقتصاديين نقول بان هناك خلل في الثقه بين العون الاقتصادي وبين المؤسسات البنكية، لذلك هناك كتلة نقدية كبيرة خارج الإطار المصرفي. إذن ما هي مدى الثقة التي دافع الزكاة وبين المؤسسة المشرفة على الزكاة والتي كنت أتمنى أن تكون تابعة لوزارة المالية؟ طيب ما الذي جعل هذه الثقة يعني تتلاشى ما بين الجانبين؟ والله يعني بصفة عامة أنه هناك شقين، هناك الشق الاقتصادي أن الحكومة يعني خلقت بممارستها الاقتصادية بعض الشك في مختلف المعاملات. يعني اليوم لو تسمع في الخطاب السياسي تسمع دعوات إلى الاستثمار وإلى غير ذلك، لكن لو رحت تستثمر ستجد الأبواب مغلقة. ويعني من ناحية الزكاة هناك يعني عدم غياب الطرح العلوم المالية عند الفقيه الجزائري سواء كان إمام أو مفتي أو إلى غير ذلك. لابد يعني أو ماشي لابد مع احترامي لهذه الفئة المهمة، لكن على الأقل أن يكون لديه يعني قراءة مالية ماهوش من الجانب فقط المتخصص في المالية الإسلامية، ولكن قراءة مالية للمعاملات التقليدية. هكذا تكون لديه رؤية واضحة، وبالتالي يمكن أن ينقذ الأموال الزكاة التي تذهب يمينا ويسارا الى ويعيد ادراجها ضمن الحسابات الرسميه للدوله. إذن استسمح حكومة معنا وعلى المباشر الاستاذ مسدور فارس مختص في الاقتصاد الاسلامي. مساء الخير، جمعه مباركه، اهلا بك سيدي. الله يسلمك. إذن سيدي، ما هي الوسيله الانجع لاستغلال اموال الزكاة دون الله يرضى عليك ان شاء الله؟ صحتك والله، الله صحتك خويا، الله يرضى عليك. استاذ فارس مسدور انت معنا على المباشر.
أستاذ فارس مسدور، هل أنت في الاستماع؟ نعم، إذن أستاذ فارس مسدور، كنت أتكلم عن أموال الزكاة، ما هي وجهتها؟ السؤال الموجه هنا إليكم سيدي، ما هي الوسيلة الأنجع لاستغلال أموال الزكاة دون المساس بقدسية هذا العمود، العمود من أعمدة الإسلام؟ أستاذ فارس مسدور، هل أنت في الاستماع؟ إذن سنعيد الاتصال بالأستاذ فارس مسدور. إذن كنا نتكلم شيخنا عن الطابع الاقتصادي لأموال الزكاة، هل عندكم تعليق؟ لأنه كان عندكم تعليق، تفضل. كنا قلنا بأن على جميع الفاعلين في المجتمع أن يكون هناك تعاون وتناسق وتكافل وتكاتف بيننا لإبراز هذه الثمرة الجديدة في المجتمع. احنا أكيد بأن الصندوق هذا لم يأتي هكذا من فراغ، وإنما بعد دراسة وبعد كلام وبعد تحضير وبعد كل هذه الأمور، تبقى قضية الوصول إلى ما نريده أن يكون عليه هذا الصندوق، وهذا هو الأمنية للجميع، سواء من حيث الجمع أو من حيث تسير أمواله الجانب الاقتصادي كما تفضلت أستاذنا، على اعتبار أن ماشي مختصين من الناحية المالية، ولكن تقليدية معذرة، ماهيش المالية الإسلامية. أدرك أنه لديكم يعني معلومات جيدة فيما يخص المالية الإسلامية، ولكن أتكلم عن المالية التقليدية. إذا هذا الجانب لا أهله ولا اختصاصاته، وندعو كاع الناس يشاركوا في هكذا لإعطاء هذا الصندوق بهذا المعنى، أو لإعطاء هذا الركن أبعاده الاجتماعية وأبعاده الاقتصادية وأبعاده الاستثمارية أيضا، حتى نخرج من هذه ربما هذه الثمرة اللي ربما عد سنوات، لأن صندوق الزكاة له زمن وهو في مواصلة الحلول ومواصلة الوسائل والسبل الناجعة اللي جعلها الصندوق يعني ما تكونش فيه أخطاء أو ما تكونش فيه هفوات أو يكون يؤدي رسالته كاملة غير ناقصة. طبعا احنا عمليا هذا الصندوق قلت كعنوان، وإنما هناك من وراء هذا الصندوق هناك حسابات بنكية، هناك حسابات بريدية توضع في وأستاذي وأدرى بالجانب هذا المالي، وهو توضع هذه الأموال وتصب في هذه الحسابات، وهناك لجان تتبع هذه الحسابات وتوزع هذه الأموال على الفقراء، وهناك لجنة رقابة أيضا سواء كانت على مستوى كل ولاية أو على مستوى الوزارة معنا هذا الجانب. لكن يبقى دائما نطمح إلى الأمثل، أو نطمح إلى كما قلت أن يكون خالي من العيوب أو خالي من الأشياء كل هذه الأمور إن شاء الله رب العالمين. طيب سأسمحك شيخنا لإعادة الاتصال وربط الاتصال عفوا مع الأستاذ فارس مسدور. مساء الخير سيدي، هل أنت في الاستماع مرة ثانية؟ مساء النور. مساء النور، أهلا. إذن كنا نتكلم عن أموال الزكاة، أين وجهتها، أين تتوجه أموال زكاة الجزائريين الآن، ما هي الوسيلة الأنجع لاستغلال أموال الزكاة دون المساس بقدسيتها؟ أولا بالنسبة لصندوق الزكاة، صندوق الزكاة هو تلك الأداة الأساسية التي يمكن من خلالها تنظيم جمع وتوزيع واستثمار جزء من أموال الزكاة لصالح الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لا يمكننا أن نقول بأنها تضيع ما دام هنالك هيئة رسمية تجمع وتوزع وتستثمر في إطار واضح وقانوني. لكن الإشكال أن صندوق الزكاة ينشط في محطات محدودة عبر العام، وأنتم تعلمون بأن الجزائريون اعتادوا أن يخرجوا زكاة أموالهم في عاشوراء، وهذا ليس له سند شرعي ولكنها عادة اعتاد عليها الجزائريون. لذلك الأموال التي تخرج في هذه المرحلة هي أموال قليلة مقارنة مع الحجم الحقيقي للزكاة في الجزائر. زكاة الجزائريين أختي الكريمة في دراسة أشرفت عليها أنا بنفسي توصلنا إلى 3.5 مليار دولار بناء على المعطيات الرقمية لسنة 2016 وغيرها من السنوات السابقة. وبالتالي آن الأوان أن نجعل لهذا الصندوق ديوانا وطنيا يشتغل على مدار السنة، وليس في عاشوراء وليس في رمضان فقط وليس في مرحلة الحصاد التي تميز نهاية صيف الجزائر. لذلك أنا أقول بأن أموال صندوق الزكاة عندما تدخل
إلى صندوق الزكاة فيوجد تغطية منظمة ومحكمة، إلا إذا وجد يعني تكسير لصناديق المسجد من طرف ضعاف النفوس الذين يعتدون على بيوت الله ويعتدون على الصناديق المسجدية، والمحاكم مليئة بمثل هذه القضايا التي اعتدي فيها على صندوق الزكاة ليس المعنوي وإنما الصندوق الحقيقي في المسجد. الجانب الثاني التنظيم من خلال الخلايا المسجدية واللجان القاعدية واللجان الولائية يجعل أن هنالك رقابة ذاتية قبل أن يكون هنالك رقابة خارجية. وعليه آن الأوان الآن أن نرتقي بصندوق الزكاة من تنظيم شعبوي إلى تنظيم إداري محكم. هذا التنظيم الآن هو تنظيم ابتدائي، يجب أن يستقل صندوق الزكاة بهيئة إدارية مثله مثل ديوان الحج. يعني تخيلي أن ديوان الحج يشتغل مرة في العام أو يعني مع العمرة على 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 محدوديتها، ولكن صندوق الزكاة يفترض أن يشتغل على مدار أيام السنة 365 يوم، كل يوم فيها حول لأحوال الناس. وبالتالي يجب علينا أن ننظر إلى هذه القيمة النقدية الكبيرة جدا والتي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في مكافحة الفقر في الجزائر بأساليب راقية، ليس فقط أن نعطيه الحوالة والناس يعني يحمدون الله عز وجل على تلك الحوالة التي تصلهم فيها 5000 دينار 10000 دينار أو أكثر من ذلك، ويريدون أن يستفيدوا من المشاريع المصغرة التي كان يمولها صندوق الزكاة والتي وصلت إلى حدود 18000 مشروع. يعني تخيلي أنه من 2004 ونحن نعطي قروضا حسنة إلى سنة 2015 ل2016 حين توقف توقيفا مؤقتا بغية استرداد ما ضاع منها من أموال. آن الأوان أن يرد الاعتبار للقرض الحسن، لأننا لا نجمع الزكاة فقط، حتى الصدقات حتى التبرعات. اليوم أنا إمام مسجد في الجمعة بدأنا جمع التبرعات في صندوق الزكاة، ويوجد أيضا زكوات التي سيحصلها الجزائريون. زكاة واحد من الجزائريين لمعلوماتكم زكاته 125 مليون دولار، واحد من أغنياء الجزائر. تخيلوا أن يعني 100,000 رجل أعمال من كبار رجال أعمال، 10,000 منهم من أعظم رجال الأعمال، كم هي زكاتهم؟ تجمع لرجال الأعمال زكاته ما لا يقل عن نصف مليار يورو، يعني تجمع يعني نادي لرجال الأعمال الجزائريين. وبالتالي تخيلي لو أن كل رجال الأعمال الجزائر أخرجوا زكاتهم عن طريق صندوق الزكاة، كم هو حجم الزكاة التي سنجمعها؟ ليكون في علمكم بأن المبلغ ضخم جدا، أكبر من طاقات صندوق الزكاة حاليا. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ مسدور فارس على هذا التوضيح والتدخل، شكرا جزيلا لك. إذن كما سمعتم أستاذ عيا، خبراء اقتصاديون يطالبون بتنظيم إداري وكذلك استرجاع القرض الحسن، والذي كان بعض رجال الدين أفتوا بعدم جواز القرض الحسن وكذلك القرض الاستهلاكي. تعليقكم على ذلك؟ والله يعني في هذا الخصوص أنا دائما أقول بأنه كرؤية اقتصادية أنه من أجل الفصل في هذه المسائل لابد أن يكون هناك يعني إجماع كبير لعدد كبير من المختصين في المجال المالي، في المجال الاقتصادي، وفي المجال الديني، حتى تتبادل المعلومات. يعني حاليا المشكلة أنه الاقتصاديين والماليين ينظرون وفق نظرتهم المالية الاقتصادية، في حين أنه رجال الدين أيضا ينظرون وفق منظور يعني شرعي بحث دون يعني إدراج المعاملات المالية. لتنبيه فقط المشاهد الكريم، نحن لدينا محاسبة الزكاة، لدينا محاسبة الانتخابات، ولدينا محاسبة الزكاة، ولدينا المحاسبة العمومية والمحاسبة العامة. لكن ما يعني لما نضع التنظيمات لابد أن تكون تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لأنه نكون واضحين، لأنه الجزائري لما تجيبه تقول له تخلص الضرائب يقول لك ما خلصش الضرائب، نأكل حقي تحت الطاولة، لكن لما تجيه للزكاة يتغير أسلوبه. لكن المسألة أننا يعني نضع تنظيم هكذا شامل، كل أموال التبرع في صندوق واحد ونضع لها نص تشريعي واحد، هذا في اعتقادي الخاص أنه لا يتناسب أو لا يقنع العون الاقتصادي
الاقتصادي الدافع للزكاة، لأنه الزكاة شيء والصدقات شيء آخر. ما هوش مشكل أننا نديره مثلا هيئة شابوتي ليدو، يعني صندوق الزكاة والصدقات العادية، لأنه صندوق الزكاة يدرك الإمام أفضل مني بأن هناك آية هكذا الشيخ الكريم صريحة في القرآن تحدد من يحق لهم الزكاة، وبالتالي ثمانية في سورة التوبة بارك الله فيك، في حين أن الصدقات في اعتقادي يمكن التصرف فيها في مسائل أخرى، هناك اجتهادات على مسائل الصدقة، ولكن الزكاة الفئة التي يعني يحق لها الزكاة حددها الشارع الحكيم وفق نص شرعي، وبالتالي فإنه يعني مسألة التنظيم جيدة، ولكن التنظيم يكون وفق للشريعة الإسلامية، وهذا لا يعني يكون إلا إذا اجتمع الفقيه مع علوم المالية مع العلوم الاقتصادية مع حتى يعني المختص في الجانب الاجتماعي، كيف نعيد زرع الثقة في دافع الزكاة، وخاصة الثقة في المواطن الجزائري الذي فقد الثقة التي كانت موجودة، وتكون هناك إرادة سياسية، لأن الحكومة هي المسؤولة على كل شيء. الحكومة لما تعكر صفو الاستثمار في الجزائر، الحكومة لما تثقل المعاملات المصرفية، الحكومة لما تضع عبء إداري كبير على من يريد فتح أي مؤسسة، فإن بالتالي يكون الجو العام سيء، وبالتالي فكل يعني ما يأتي تحته لن يؤدي الهدف المنشود منه. طيب شيخنا، نعلم أنك ستغادر كذلك الأستوديو بعد قليل، كلمة ختامية توجهها في هذا الشأن، وخاصة ونحن على مشارف عاشوراء. بارك الله فيك. دوك احنا في هذه إرادة الخير في المجتمع كبيرة، والمجتمع الوحيد على غرار المجتمعات الأخرى هو الذي يبذل ويعطي ويشهد جميع المناحي الحياة بما فيها الأوقاف، بما فيها الزكوات، بما فيها الكفارات، بما فيها النذر، بما فيها الزكاة. ولهذه الموارد الكبيرة في تنظيمها أنا أرى بأن ليست هناك مثلا لا ينقصها إلا أشياء لمسات أخيرة، يعني باعتبار أنها أخذت تجربة وفيها دراسة، والأستاذ مزدور حفظه الله يعني كان من الأوائل اللي ربما قننوا وربما عطوا أبعاد لهذه وعطوا إضافات لهذا المشروع نتاع الزكاة بما فيها أيضا القرض الحسن وغيره. والأمور العملية مش تمشي في هذا الإطار، ندعو فقط أننا نضع الثقة في علمائنا، ونضع الثقة في أساتذتنا، ونضع الثقة في مؤسساتنا، حتى نستثمر ونستغل هذه الدعامة الاقتصادية الكبيرة. لأن الكلام هكذا جزافا قد يؤثر على المزكي، وقد لا يعطي ماله، وقد يشكك في ماله في عباده، خاصة في العبادة، لأن الجانب العبادة أنه مسؤول على زكاته، ولكن مسؤول أيضا على من تعطى لهذه الزكاة، أين تذهب هذه الأموال تاعه. إذا كان هذا المزكي وكان يعني عنده هذا الركن من أركان الإسلام وأراد أن يؤديه، وأمامه المسجد وأمامه اللجنة، وهو أيضا مطالب بالمشاركة، أنا هذا الشيء اللي ربما رفعنا الحرج ورفعنا المشقة ورفعنا الشكوك وأي شيء، هو أن المزكي له الحق في أن يكون في لجنة الزكاة. أنا عندي أموال، أعطي لي هاشحال جمعنا من الأموال، ها العدد الفقراء، هل الأموال هذه كيفاش مرت، وله الحق في مراقبتها، في تتبعها حتى تصل إلى الفقير. لأن الزكاة مش الإمام هو اللي يجمعها، مش الإمام هو اللي يفرغ، هذا معناته أن الإمام يشرف يعني إضافة ثقة أو إضافة تعاون، أو أنه يكون هو دعامة دينية يبين لهم أن هذا حلال وهذا حرام، ويزرع نوع من الوزع الديني بين المجموعة يعني. ومن ثم تصل إن شاء الله تبارك وتعالى لمجتمعنا ونفرح بها. طبعا نروح نقول على اعتبار أن المجتمع عادة وأنا بين قوسين اعتدى أن يجمع، ولكن في الحقيقة صناديق الزكاة كما قال الأخ مزدور ليست مرحلية، وإنما هي طوال سنة، قد تكون أنت تزكي في هذا الشهر، ولكن كما قال اعتاد الناس، احنا بين قوسين اعتاد الناس
نوفر يعني لهم الصناديق ونوفر لهم كذا، باعتبار السنة الجديدة ممكن الناس ألفوا ذلك ولهم ذلك، ولا نقول لهم لا تزكوا أموالكم في هذه الفترة، وإنما نقول لهم الزكاة هي في الحق تجب عند إتمام النصاب، عند قد تكون في شهر في رمضان، قد تكون في شوال، قد تكون في شعبان، يعني عند إتمام النصاب، لأن الفقير دائما موجود ودائما يحتاج، لا يحتاج فقط إلى عاشوراء، لكن كما قال الأستاذ يعني تعود الناس على ذلك، فنحن نوجههم ونحن نقول لهم بأن ليست عاشوراء فقط، وإنما العاشوراء هي انطلاق لحملة مثلا، ولكن تستمر هذه الحملة طول السنة. فالزكاة تدخل في الصناديق وتجمع في الصناديق طوال السنة وليس فقط في عاشوراء. والزكاة هي أكيد دائما تطهير وإبعاد كذلك. الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها، يعني هي زكاة طهرة للفقير وللغني. شكرا جزيلا لك إمام مسجد حيدرة شيخ نجلول قصور، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذا النقاش. مشاهدينا فاصل ونواصل مع التحاق ضيفي محفوظ كوبي خبير الاقتصادي، ولا نقاش.